نفسه. الكلام ده اللي جاب لك الدور الفنانه عايده رياض مظبوط؟ مش الدور نفسه، هي قالت لي ان هم كانوا في وقتها بيدوروا على دور بنت الاستاذ نور الشريف، يعني بنوته تعمل شخصيه بنت الاستاذ نور الشريف. طبعا انا كان في دماغي ان ده الدور المحوري وان دي حاجه اساسيه، يعني دور محوري بقى. رحت طبعا اتفاجئت اول ما استاذ محمد النقلي شافني، وبعدين قال هي فيها شبه من بطه ومن نعمه طله. طبعا انا ما كنتش اعرف ولا مين بطه ولا مين نعمه رانيا طله، يوسف ونعمه طله ما كنتش قريت ولا اعرف مين الشخصيات يعني. فقال هي تاخد دور سعديه. طبعا انا اول ما سمعت كلمه سعديه انا جه في بالي على طول ان انا هبقى شغاله في البيت مثلا او حاجه كده، يعني دور عادي. فزعلت جدا لدرجه ان انا عيطت يعني والله العظيم. فبكلم عايده بقول لها لا انت قلتي بيدوروا على بنت الاستاذ نور. قالت لي بصي اي حاجه في رمضان ومع الاستاذ نور الشريف حتى لو مشهد اطلعي وهتتشافي ادام انت عايزه تمثلي. قلت لها خلاص تمام، اتكلنا على ربنا بقى وعملتي بنت. انا اتفاجئت وهم داخلين عليا بالورق، يعني انا قلت هيديني مشهد مشهدين، لا لقيته جايب لي 30 كبير. حلقه ودور كبير والحمد لله، يعني اللي تخاف منه فعلا ما يجيش احسن منه. لسه لحد النهارده علاقتك بعايده رياض الفنانه الجميله موجوده؟ صحاب؟ بكلمها وبنتواصل مع بعض في المناسبات، ممكن نكون ما بنقابلش بعض كتير بس لا على طول بنتواصل يعني. طب بعد الحاج متولي ونجاحه الكبير اللي ملوش مثيل، طبعا شفتي الشهره والنجاح من اوسع ابوابه، جالك بعدها العطار والسبع بنات صح؟ رفضتيه ليه؟ مش رفضته بالمعنى، اولا انا يعني بيني وبينك ما كنتش فاضيه في الوقت ده، كنت بسافر وبروح وباجي، وبعدين كان الدور ما كنتش حاساه كبير. يعني الادوار بتاعه البنات ما كانتش كبيره قوي. فانا حسبتها غلط يعني. انا في الوقت ده كنت حسبتها غلط. ترجعي لمين يعني وقتها انت صغيره جدا لسه في بدايه الحياه المهنيه؟ مين اللي ترجعي له تقولي له ده مش عاجبني او عاجبني؟ ما كانش في حد بدماغك. بدماغي انا. ما هو انا لو كان في حد كان اكيد هيوجهني صح. 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 انا كنت بتصرف اللي هو لا انا عايزه بقى، كنت فاكره ان انا بعد الحاج متولي هعمل بطولات بقى. أيوة. يعني انا شفت ما شاء الله مثلا غاده عبد الرازق عملت بطوله وسميه بطوله، فاهماني؟ فاللي هو انا كنت متوقعه طب انا كمان عايزه اعمل كده يعني، عارفه اللي هو دماغي بقى مش ما كنتش بحسبها صح. فطبعا ده كان غباء مني يعني، وانا بعترف بده طبعا يعني. كان دلع شويه اكتر منه؟ مش دلع قد ما انا بقول لك انا كنت شايفه نفسي ان انا لا عايزه اعمل حاجه اكبر بقى. يعني زي الحاج متولي كده اعمل بقى حاجه بقى اقوى برده ومسلسل اكبر، وليه ما اعملش دور انا كمان ابقى انا بطله فيه مثلا. طبعا كانت حسابات غلط خاطئة يعني. بعد لما العطار والسبع بنات